السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم: سجل الدينار الكويتي 81 جنيه و93 للشراء، زيادة 4 جنيه و 84 جنيه و92 للبيع، بزيادة 4 جنيه و16 قرش. سعر الريال السعودي 6 جنيه و90 للشراء، 6 جنيه 92 للبيع، بزيادة 34 قرش. الدرهم الإماراتي 7 جنيه للشراء، 7 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرش للشراء والبيع. أما الدينار البحريني 67 جنيه للشراء، بزيادة 3 جنيه و28 قرش، 68 جنيه و97 للبيع، بزيادة 3 جنيه و38 قرش. أما الريال القطري، الريال القطري وصل 6 جنيه و65 للشراء، بزيادة 32 قرش، 7 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرش. الدينار الأردني سجل 36 جنيه للشراء، بزيادة جنيه و76، وسجل 36 و63 للبيع، بزيادة جنيه و79 قرش. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ليصله كل جديد في معاده بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.